وحول الاستفتاء على الدستور الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيد وتداعياته، ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس العاصمة الكاتب الصحفي التونسي سعيد الزواري. أستاذ سعيد، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من اتهام جبهة الخلاص الوطني، اتهمت الهيئة الانتخابية بتزوير نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، لكن هل ثم تأثر لهذا الاتهام على تمرير الدستور أستاذ سعيد؟ نعم، مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. نعم. طبعا يعني نذكر ان جبهة الخلاص هي مجموعة من الأحزاب التي تعارض مسار 25 جويلية، وهي تكونت فقط وهي ترفض هذا المسار، وكانت قد دعت إلى مقاطعة يعني كامل المسار ومقاطعة هذه الانتخابات على هذا الاستفتاء ومقاطعة كل خطوة، وتعتبر أن كل خطوة قام بها قيس سعيد هي تذهب الانقلاب، وهي ايضا لها مشروع ثاني تدعو الى حوار وطني وكل ما الى ذلك، وبالتالي فان من الطبيعي ان تشكك في هيئه الانتخابات، هيئه الانتخابات هي من وضعت نفسها ايضا في محل شك، باعتبار ان قيس سعيد هو من وضعها عبر مرسوم، هو من وضع القانون الانتخابي بعد 25 جويليه، وبالتالي فان هناك يعني هذه النقطه جعلت من جبهه الخلاص تشكك في مصداقية يعني هيئة الانتخابات، وبالتالي هي تريد من خلال ذلك التشكيك في كامل العملية برمتها، أقصد الاستفتاء برمته. يعني مظاهر التشكيك لحد الآن، يعني ربما على مستوى الأرقام لا تبدو أن أو باستطاعة على أرض الواقع باستطاعة الهيئة أن تغير كثيرا، ربما تضخم في الأرقام ولكنها لا تستطيع أن تغير كثيرا في هذه الأرقام، وإن كانت كانت بامكانها ذلك ربما لجعلت من قيس سعيد وهذا الدستور يفوز بنسبه 51%. قيس سعيد يعلم ايضا انه ربما تكون النتيجه او نسبه المشاركه بهذه النسبه، ولذلك تعمد عدم وضع عتبه لمرور هذا الدستور وهي عتبه 51%، يعني 25% حتى اذا كانت 10% فقط. قيس سعيد سيمرر هذا الدستور، وبالتالي فان المعارضه اليوم ليس لديها من الا التشكيك في هذا المسار الدبلوماسي، وايضا تشكيك في هذه الهيئه كما قلت التي وضعت نفسها محل شك، باعتبار حتى انه يعني المراقبين الدوليين وغير موجودين، يعني فقط وفد للجامعه العربيه ووفد افريقي، يعني غياب الملاحظين الدوليين، غياب الوفد المركز كارتر، غياب الاتحاد الاوروبي كما شهدنا في العاده، يعني حتى الملاحظين المحليين من خلال منظمات المجتمع المدني كانت يعني قليله في العدد. أستاذ سعيد، نبقى في نفس الإطار ولكن نتعمق أكثر، هل كانت الإجراءات للاستفتاء شفافة على النحو الذي يرتقي في أن يعطي الشرعية اللازمة للعقد الاجتماعي الذي سيحكم العلاقة بين سلطات الدولة والشعب التونسي، هل يرتقي إلى ذلك؟ الإجراءات بمعنى سيد؟ نعم، الإجراءات بمعنى يعني هل هناك يعطي الإجراءات الاستفتاء تكون أو كانت شفافة على النحو الذي يعطي الشرعية لقيس سعيد وأيضا الذي سيحكم العلاقة بين سلطات الدولة وبين الشعب التونسي، تعتقد ذلك؟ يعني هو قيس سعيد حتى وإن كانت هذه كل الإجراءات يعني غير شفافة، وحتى إن كانت كل الإجراءات بنيت وبناها أو اقترحها أو أقرها شخص واحد هو قيس سعيد، ولكنه مرر هذه الإجراءات وسيمرر إجراءات أخرى. المعارضة منذ 25 تموز إشبيلية الفارق لم تستطيع أن تفعل شيئا أمام كل المراسيم التي قدمها قيس سعيد، أمام محل البرلمان، أمام محل الحكومة، أمام محل مجلس أعلى القضاء، أمام المراسيم التي وضعها، وبالتالي فإن قيس سعيد وجد نفسه ليس لديه قوة مقابلة، باعتبار أنه يسيطر على قوة الدولة، باعتبار أنه يملك قوة الدولة، وبالتالي فإنه لا يعطي هذا الاعتبار، يعتبر ويعتقد أنه له مساندة شعبية كبيرة من خلال نتائج انتخابات الرئاسية 2019، يعني حوالي 3 ملايين ناخب، يعتبر انه المظاهرات التي خرجت من 25 جويلية 2021 يعني والتي من خلالها دعم واخذ تلك الاجراءات، يعتبر ان هناك مساندة شعبية، وبالتالي هو يرمي يعني كل وايضا هو يعتمد على نفور الشعب ونفور يعني المواطنين من كل الطبقة السياسية الموجودة، هو اعتمد على هذه النقطة وازاح الجميع ووضع قانونه الخاص وسيخوض تجربة على حسب ما يراه هو، حسب الأفكار التي
يعني كان يبنيها منذ سنة 2011، وبالتالي فهو لا يعطي كثيرا أهمية لا للمنظمات الدولية ولا لمبدأ الشفافية ولا لأحد. هو فقط لديه مشروع وسيمرر هذا المشروع باعتقاد. أستاذ سعيد، لو أخذنا الجانب الآخر، تتحدث الهيئة الانتخابية عن نسبة مشاركة غير مسبوقة، أيضا يعني في المقابل جبهة الخلاص الوطني تقول إن 75% من الناخبين رفضوا تزكية المسار الانقلابي، هكذا هم وصفوه، في ظل حرب النسب والأرقام، كيف رأيتم قبول الشارع للدستور؟ شوف، اعتقد انه اذا دخلنا في لغه ومتاهه ارقام فانه اعتقد انه كل واحد وله قراءته لهذه الارقام. نستطيع مثلا نقارن بين ال 27% او التي نسبه المشاركه التي جاء بهذا الدستور، يعني هي قريبه ربما من نسب اخرى ولكنها هي الاضعف منذ سنه 2011. ولكن هناك ارقام تقول ايضا بان نسبه 75% الذين قاطعوا هم ليسوا كلهم مقاطعون لهذا الاستفتاء، هناك 25% قاموا بعمليه المقاطعه و 54% هم قاموا بعمليه يعني لا يريدون الذهاب، وهم الكسالى الذين لا يشاركون في اي انتخابات. نقطة الارقام اعتقد انه كل واحد وله تشخيصه حسب يعني نظرته الى 25 جويلية، وبالتالي فانه يعني اعتقد انه الاهم الان سنذهب في اتجاه ما سنذهب في اتجاهه في الفتره القادمه، يعني الشرعيه والمشروعيه. المواطنون تعتني عن مواطنين الدستور، لا اعتقد ان كل المواطنين قد يعني قرأوا هذا الدستور او حتى بعض ملامح الدستور، ربما سمعوا به بعض الفصول من وسائل الاعلام. من ذهب الى التصويت اعتقد وهم بنسبه 99% اعتقد انهم ذهبوا الى التصويت، اولا هناك اعتقاد اعمى بان قيس سعيد سيغير المشهد الذي الكويتي 13 سنوات. نعم استاذ سعيد. وهناك ايضا من ذهب ليس امام قيس سعيد ولكن عقابا لكاميرا الطبقه السياسيه التي حكمت 13 سنوات، يريد معاقبتها يعني بالذهاب وهو مع ازاحتها لعل هذا كان في الاعتقاد. نعم استاذ سعيد. نعم. آسف وانتهى وقتنا، آسف لكم. نعم. من تونس الكاتب الصحفي التونسي سعيد الزواري، شكرا جزيلا لكم.